حياكم الله متابعي المربع نت من جديد يستمر تقليد الشركات الصينية للسيارات الغربية واليوم جد دور على فورد اف 150 اللي تم اطلاق نسخة صينية منه باسم جنرال جي 9 من شركة فوتون التابعة لمجموعة بايك السيارة طبعا تستخدم محرك بنزين تيربو 238 حصان وعزم 390 نيوتن متر مع توفير محركين ديزل الأول تيربو 2 لتر أو 2.5 لتر بناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع كلي راح يتم اطلاق سيارة فوتون جنرال جي 9 المقلدة من فورد بالسوق الصيني في شهر اكتوبر المقبل وبسعر يتراوح بين 71 الف ريال سعودي والمتوقع ان فورد تقاضي شركه فوتون في المحاكم الصينيه لانتهاك حقوق الملكيه الفكريه لكن الوصول لقرار غالبا بيستمر لسنوات وبدون فائده في النهايه اعطونا رايكم في تقليد السيارات الصينيه للشركات الغربيه واعطونا رايكم في السياره هذه واخيرا يا تشترك معنا في القناه عشان يوصلك جديد اسعار السيارات واخبارها اول باول واللي يبحث عن سيارات مستعمله للبيع يقدر يدخل تطبيق مستعمل ويتصفح السيارات اللي معروضه سواء سيارات جديده او سيارات مستعمله بحسب الماركه اللي انت بيها طبعا تقدر حتى تعرض سيارتك للبيع تقدر تتصفح اي عروض موجوده للسيارات المستعمله تطبيق مستعمل متوفر في ابل ستور وايضا على متجر الاندرويد ابحث بكلمه مستعمل ويطلع لك مباشره وحمل التطبيق